أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. كنطلبوا من الله تبارك وتعالى الامور تدوز بخير في هذا الموسم الصالح مولاي عبد السلام الغواص، ونطلبوا من الجمعيات ديال المجتمع المدني يعملوا يد في يد ويعملوا المجهود باش نطوروا من احسن الى اكثر، وان هذا الموسم ديال مولاي عبد السلام يكون احسن من هذا الشيء. والمطلوب هو الجمعيات ديال السلام عليكم. بدا اول حاجه تنشكروا الجريده الالكترونيه اشواق بعد على التغطيه ديالها لهاد الحدث، وهذه مناسبه تنحيوا بها جميع الساكنه ديال الوالديه وتنهنئهم على النجاح ديال هذا الموسم ديال مولاي عبد السلام الغواص، وهو تكاتف لمجموعه من المجهودات ديال مجموعه من الفعاليات لا من المجتمع المدني ولا من السلطات اللي نجحات هذا الموسم هذا. ونتمنوا ان شاء الله من القدام باش يزيد ان شاء الله القدام، وعلاش لا كما قالوا الاخوان كما قالت السي خليفه يكون كمهرجان صيفي تغير ليه نيت التوقيت ديالو، ما يبقاش في الاسبوع ديال العيد ويتزامن مع العطله الصيفيه اللي تتكون هنا، تتكون عارفين بان تكون المصطافين وتكون واحد العدد ديال الناس اللي تيجيو لهذ السياح، وتكون نيت كما قال حتى الفنان سي شعيب يكون مهرجان فني متنوع بجميع الفقرات. ونتمناو ان شاء الله الزهار ونزيدوا بهذا الموسم هذا ديالنا القدام، الموسم راه ديالنا، الا نجح راه نجح بينا ولا خسر خسر بينا. الناس ديال الوالدين كلهم مشكورين على هذه المجهودات، وشكرا شكرا لكم.